هذا السائل يقول: علي كفارات لا أعلم عددها بالتحديد، فماذا أفعل مأجورين؟ هذه الكفارات إذا كان الباعث عليها وسببها واحدا فيكفي أن تكفر كفارة واحدة. إذا حلفت على شيء مرارا كررت الحلف عليه مرارا أن تفعله أو لا تفعله فهذا يكفي فيه كفارة واحدة ما لم تكفر عن الأولى. أما إذا كان الباعث على هذه الأيمان متعدد، حلفت على كذا ثم حلفت على كذا على شيء آخر ثم حلفت على شيء ثالث ثم وهكذا، فإنه لا بد من الكفارات عدد الأيمان، وحينئذ عليك أن تتحرى في عددها حتى تبذل وتخرج ما تبرأ به ذمتك.